بس كراهية الوفد من أبوه الملك فؤاد. في رأيي أنه الخلاف الشديد بين الملكة نازلي وبين ابنها الملك فاروق لم يكن بأسباب شخصية. البعض يحيل هذا الخلاف المستعر بينهم لزواجها أو عدم زواجها. أحياناً يقال أنها كانت إلى حد ما بتتصرف بحرية لا تليق بأم ملك، لكن أنا زي ما قلت لك أنه دي ما كانتش ست عادية، دي ست تربت في مناخ سياسي وفي يعني ثقافة مختلفة عن ستات عصرها. بعد وفاة أحمد حسنين باشا في حادث سيارة في منتصف الأربعينات، قررت نازلي أن تغادر مصر. جمعت كل أموالها في سرية تامة وطلبت السفر إلى فرنسا من أجل العلاج من مرض الكلى. في باريس بقيت عدة أسابيع، بعدها قررت السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية مع ابنتيها فيئة وفايزة. اصطحبت معها موظف صغير مسيحي في السفارة هو رياض غالي. رياض غالي قرر أن يأكل بعقل الملكة ويتزوج ابنتها فتحية. وما أن سمع فاروق انتهى في أمريكا أيضا. قصة زواج كانت بين والدي ووالدتي كانت قصة حب الحقيقة استثنائية، لأن اتعرفوا في عصر المنتزه، ووالدتي كانت أوضة نومها في الدور الفوقاني، ووالدي كان وقتها بيشتغل في تشريفات القصر، فكان مكتبه تحت أوضة نوم والدتي. فتعرفوا على بعض من الشباك بتاع ده كلمة، وابتدى يبقى في استلطاف بينهم. وفي البداية لما كانت والدتي بتحب تلفت نظر والدي وعايزة تكلمه، بتاعت ترمي بلي من فوق